أشاد رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد الخليفه بصدور المرسوم رقم 84 لسنه 2021 عن حضره صاحب الجلاله عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتعديل بعض احكام اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكوميه وأكد أن هذا التعديل يأتي تنفيذا للتوجيه الملكي السامي بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين. وذلك ضمن حزمة من التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يسهم في تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة. وأشاد بحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ضمان استمرارية تنفيذ الاستراتيجيات التنموية الهادفة في جميع القطاعات، والتي أسهمت في تطبيق أرقى المعايير والأنظمة المتبعة في مجال زيادة كفاءة وفاعلية عمليات المناقصات والمشتريات الحكومية.